مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة لشوطنا الحادي عشر في مجموعة الاشواط، شوط الحادي عشر الخاص هنا من اذاعة القعدان المحليات الاصائل، وشوط ما قبل الختام تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، تابع التحدي، نتابع الاثارة. الصدارة والمقدمة والمركز الأول، شاهين من يأتينا على الصدارة، وعلى المركز الأول خليفة بن راشد بالضبع من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني هنا في هذه اللحظات ويتسلل شعار الزرع متواجد في هذه المسيرة، من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز، المركز الثالث مشاغب لمحمد بن قنون بن سعيد بالكديدة، من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الناوي مطر بن محمد بن ضبيعة لقتبي، وفي المركز الخامس خامس المراكز ويتواجد هنا منور علي بن عبد الهادي شراب المري، علي بن عبد الهادي بن شوير بن مري، من يأتينا على المركز في هذه اللحظات الخامس، وفي المركز السادس هملول علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السابع هنا ينطلق شاهين لمحمد بن راشد بن أحمد المنصوري، من ينطلق بهذا الأداء الجميل، وفي المركز الثامن المركز الثامن حشيم حميد بن سالم بن مصر بالقوبة المنصوري، من يأتينا على ثامن المراكز، وفي المركز التاسع عنيد لسعيد بن عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري، وعلى عاشر المراكز مياس لسهيل بن سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة؟ هنا شاهين خليفة بن راشد بالضبع، من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة، على المركز الأول. المركز الثاني يتواجد هملول علي بن راشد بن كاسب المسافري على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث منور العلي بن عبد الهادي بن شوير بن مري، من يأتينا على المركز هذه اللحظات الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا يصل في هذه اللحظات صغان سالم بن سلطان بن رشيد السويدي، من يأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس المركز الخامس شاهين محمد بن راشد بن أحمد المنصوري، وعلى المركز السادس سادس المراكز حشيم لحميد بن سالم بن مصر بالقوبة المنصوري، من يأتينا سادسا، وفي المركز السابع المركز السابع مياس لسهيل بن سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي، من يأتينا في هذه اللحظات على المركز السابع، وعنيد في المركز الثامن سيد سعيد بن عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري، المركز التاسع هملول علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز العاشر من ينطلق على عاشر المراكز جول السيد احمد بن محمد بن كراز المهيري، من يأتينا على عاشر المراكز. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الاولى في هذه الانطلاقة، ولكن بعود الى الصدارة، بعود الى المقدمة والى المركز الاول، الى الصراع، الى المنافسة هنا وصدارة هذا الشوط. والمركز الاول هملول علي بن راشد بن كاسب المسافري، من غير على الصدارة على المقدمة
وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق والتحدي مشاهدينا الكرام. شاهين في المركز الثاني لمحمد بن راشد بن أحمد المنصوري، ولكن حشيم يتسلل من أصعب موقع. حشيم على الصدارة، على المقدمة لحميد بن سالم بن مستر بالقبعة. المنصوري من ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة والمركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين، ويتسلل شاهين السيد محمد بن راشد بن أحمد المنصوري، وعلى المركز الثالث يأتي منور العلي بن عبد هادي المري، وفي المركز الرابع مياس سعيد بن عبيد سهيل بن سعيد بن عبيد بن مروشد من يأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس عنيد سعيد بن عامر بن حمود بن نافوس المنصوري. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى شاهين لمحمد بن راشد بن أحمد المنصوري من ينطلق على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين إذن على المقدمة، على المركز الأول، حشيم في المركز الثاني، حشيم على ثاني المراكز للسيد حميد بن سالم بن مصر بالقبة المنصوري، ولكن ما شاء الله انطلق شاهين على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول لمحمد بن راشد بن أحمد المنصوري، من انطلق على صدارة هذا الشوط، انطلق على المقدمة على المركز الأول. تهانينا والناموس وسلاماتنا لأهالي الوثبة على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني حشيم للسيد حميد بن سالم بن مصر بالقبعة، المركز الثالث من وصل على المركز الثالث هنا للسيد حميد بن سلطان الكديدة. أما المركز الرابع مشاهدينا الكرام لسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، والمركز الخامس أيضا من وصل هنا سيد أحمد بن مطر بن محمد الرميسي. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام ولحظة هنا الوصول لشاهين لسيد محمد بن راشد بن أحمد المنصوري بست دقائق 20 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. علينا والناموس على هذا الأداء الجميل، بينما المركز الثاني كان من نصيب حشيم للسيد حميد بن سالم بن مصر بالقوبة المنصوري، من أتانا على ثاني المراكز وسجل 6 دقائق 24 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية، بينما ثالث مراكزنا من أتانا على المركز الثالث هنا ووصل هنا أيضا ساجر ب6 دقائق 24 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن سعيد بن تركي المري، تهانينا للجميع والناموس.